السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. درس النهاردة هو أولى الدروس في الوحدة الرابعة. درس النهاردة بيتكلم عن روائع حضارتنا الإسلامية، وإحنا النهاردة هنتكلم عن روائع حضارتنا الإسلامية في حاجتين، في حاجة اسمها الحكم والإدارة، يعني بمعنى أصح الدولة الإسلامية إيه هو نظام الحكم الإسلامي من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عصر الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والدولة العباسية، نظام الحكم كان عامل إزاي؟ أول حاجة هنتكلم عن الخلافة في الحضارة الإسلامية، وهنتكلم يعني إيه معنى كلمة خلافة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكم المسلمين في أمور الدنيا والدين. يعني أمور الدنيا والدين؟ يعني بيعلم المسلمين دينهم وبيحكم المسلمين في امور الدنيا، يعني بيوفر لهم فرص العمل والحياه الكريمه والكلام ده كله. النبي لما مات هيجي واحد من بعده هيتولى المسلمين في امور الدنيا والدين، صح؟ اه صح، بس نيابه عن الرسول. فده اللي هنقول عليه ايه؟ خلافه. فيعني ايه معنى كلمه خلافه؟ رئاسه الشخص او رئاسه عامه في امور الدنيا والدين نيابه عن الرسول. تاني، رئاسه عامه في امور الدنيا والدين نيابه عن الرسول. الخلافة شباب مرت بمرحلتين، مرحلة في عصر الخلفاء الراشدين ومرحلة أخرى في عصر الدولة الأموية والدولة العباسية. تعالوا نتعرف في عصر الخلفاء الراشدين كانت عاملة إزاي، ونقارن ما بين الخلافة في عصر الخلفاء الراشدين والخلافة في عصر الدولة الأموية والدولة العباسية. في عهد الخلفاء الراشدين بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد النبي قبل وفاته من يتولى المسلمين من بعده. ليه؟ لكي يترك الامر شورى بين المسلمين. لذلك اجتمع المسلمين واختاروا علي، اختاروا ابو بكر الصديق، ثم تم اختيار عمر، ثم تم اختيار عثمان، ثم تم اختيار علي بن ابي طالب. واتبع الخلفاء الراشدين في نهجهم وادارتهم للدوله الاسلاميه هو نفس النهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الخلفاء الراشدين يتميزون بالزهد والصلاح في امور الدنيا والايه والدين. ده الوضع اللي كان موجود في عصر الخلفاء الراشدين، وكان بيتم اختيار الخليفة عن طريق مبدأ الشورى. ولكن تغير الأمر في عصر الدولة الأموية والدولة العباسية، فأصبح الخليفة يتولى بالوراثة. دي أول حاجة. تاني حاجة، تحولت حياة الخليفة من الزهد والتواضع إلى الطرف والغنى ومظاهر البذخ. يعيش في قصر، يعيش في أفخم حاجة. ده الوضع اللي كان موجود عليه المسلمين والخليفة في عهد الدولة الأموية وعهد الدولة العباسية. نتكلم بعد كده عن شخص بيساعد الخليفة في شؤون الحكم، هو الوزير. وكلمة الوزير جاء من كلمة المؤازرة، والمؤازرة هي المساعدة. السؤال هنا بقى، هل منصب الوزير أو هل عرف منصب الوزير أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه، عرف منصب الوزير أيام النبي وأيام عصر الخلفاء الراشدين وأيام الأمويين من حيث المعنى. يعني يا مستر، يعني كان في شخص بيساعد النبي صلى الله عليه وسلم وبيساعد الخلفاء الراشدين والامويين، ولكن دون ان يطلق عليه اسم وزير. يبقى بيعرف منصب الوزير معنى دون ذكر اسم اللفظ. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير اصحابه، وكان يخص ابو بكر الصديق بالقيام ببعض الاعمال. وفي عصر الخلفاء الراشدين استعان عمر بن الخطاب بكل من عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب في اداره بعض امور الدوله. وفي عهد الدوله الامويه استمر اتخاذ مستشارين ومعاونين للخليفه. الخليفه في عهد الدوله الامويه كان بيتخذ مجموعه من المستشارين والمعاونين له ليساعدوه في اداره امور الدوله دون ان يطلق عليه كلمه وزير. ولكن عرفت الوزاره لفظا ومعنى في عهد الدوله العباسيه العباسيون، واصبح الوزير وظيفه رسميه. يعني عرفت منصب الوزير في عهد الدوله العباسيه لفظا ومعنى. بعد ما اتكلمنا الشباب على منصب الوزير، هنتكلم عن الإمارة. والإمارة هو أن ترسل شخص إلى مكان معين لأداء وظيفة معينة. هل منصب الإمارة ظهر منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ظهر، عشان كده جالي سؤال اللي دلل أو بمتفصل. ظهر منصب الإمارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هقول حيث كان النبي يرسل بعض العمال والولاة إلى المدن والقبائل التي دخلت في الإسلام. ليه النبي كان بيبعت أشخاص للمدن والقبائل التي دخلت في الإسلام؟ فجال عليها سؤال آخر اللي بمتفصل. ارسال النبي صلى الله عليه وسلم بعض العمال والولاة الى القبائل والمدن التي دخلت في الاسلام اول سبب لاقامه او لامامه الناس في الصلاه، يكون امام ليهم. ثاني حاجه، ليعلم الناس امور دينهم. وفي عصر الخلفاء الراشدين وفي عهد ابو بكر الصديق
استمر منصب الإمارة على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون تغيير. ولكن في عهد عمر بن الخطاب اتسعت الدولة الإسلامية، فقام عمر بن الخطاب بتقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات، وعين على كل ولاية والي، وهذا الوالي كان يعتبر هو نائب الخليفة، وكان مسؤول عن تيسير الأمور أو إدارة الأمور داخل الولاية. وفي عصر الأمويين والعباسيين استمر منصب الإمارة أو استمر منصب الولاية. هنتكلم عن الدوين، والديوان بيشبه دلوقتي يا شباب اللي هي الوزارة. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب اللي هو أحد الخلفاء الراشدين، الدولة الإسلامية اتسعت في عهده، تمام، والأمور المتعلقة بالدولة الإسلامية زادت، بقى في أمور سياسية زادت وعسكرية واقتصادية واجتماعية وغيرها. لذلك اضطر الخليفة عمر بن الخطاب إلى إنشاء الدوين. فجل السؤال اللي لما تفصل نشأة الدوين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب لاتساع الدولة الإسلامية، والإجابة الثانية قصرة الأمور المتعلقة بالدولة في المجال السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي. هنتكلم عن الحزبة، والحزبة هو شخص بينزل الشارع وينزل الأسواق ويشوف الناس اللي بتبيع صح ولا غلط، بتبيع بأسعار الصحيحة ولا بتغلي، بتغش في الميزان ولا لا. عشان كده الحزبة هو إرشاد الناس وتوجيههم للسلوك القيم في المعاملات التجارية. في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كان الخليفة عمر بن الخطاب يخرج للأسواق ويراقب الموازين والمكاييل ويحس الناس على الالتزام بالآداب العامة. وفي عهد العصر الأموي أو الدولة الأموية استمر أيضا مراقبة الأسواق والطرقات، ولكن في عهد العباسيون أصبحت وظيفة الحزبة وظيفة رسمية، ومن يتولى وظيفة الحزبة يطلق عليه اسم المحتسب. تاني، في عهد العباسيون أصبحت وظيفة الحزبة وظيفة رسمية ويطلق على من يتولاها اسم المحتسب. هنتكلم بعد كده شباب على الشرطة. الشرطة هم جنود يستعين بهم الخليفة أو الوالي للحفاظ على الأمن والنظام وملاحقة المفسدين. في عهد الخلفاء الراشدين وبالأخص في عهد علي بن أبي طالب تم تنظيم الشرطة، تم وضع نظام الشرطة، وكان يطلق على رئيس الشرطة اسم صاحب الشرطة. في عهد الأمويين والعباسيون زادت مهام الشرطة، وأصبح من حق رجال الشرطة القيام بمهام أخرى زي النظر في الجرائم اللي هو يحقق في الجريمة، إقامة الحدود اللي هو ينفذ الحكم على المجرم زي مثلا حكم قطع اليد في السرقة. والوظيفة التانية أو السلطة التانية أو المهمة التانية اللي زادت على صاحب الشرطة هو الحفاظ على حياة على حياة الخليفة. هنتكلم دلوقتي يا شباب على منصب القاضي، وهو منصب ظهر مبكرا في الدولة الإسلامية، وكان يحكم صاحب هذا المنصب بين الناس بما جاء في الكتاب، كتاب الله اللي هو القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ منصب القاضي، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول قاضي في الإسلام، وكان يحكم بين الناس بما أنزل الله ولم يفرق في حكمه بين غني وفقير أو حاكم ومحكوم. وفي عصر الخلفاء الراشدين وبالأخص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب اتسعت الدولة الإسلامية، وتم تقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات، وعين على كل ولاية والي. إلى جانب الوالي كان يوجد قاضي، فأقام الخليفة عمر بن الخطاب بتعيين على كل ولاية قاضي، وهذا القاضي مسؤول عن الحكم بين الناس في القضايا اللي ما بينهم، وكان هذا القاضي يحكم بينهم بما أنزل الله من آيات وسنة رسول الله. وفي عهد الأمويين والعباسيون استمر القاضي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ولم يتدخل الخلفاء في أحكامهم. يعني ما فيش خليفة من خلفاء الدولة الأموية ولا العباسية ولا حتى الخلفاء الراشدين كانوا بيتدخلوا في منصب القاضي أو يجبروا القاضي أنه يحكم حكم معين على شخص معين. الجيش والأسطول، نبدأ بالجيش. نشأ الجيش منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز الجيش عندما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات الجهاد للدفاع عن الدين الإسلامي، وكان الرسول هو القائد الأعلى للجيش ويشرف عليه وينظمه ويخطط له، وكان يستشير بعض الصحابة. وكان الالتحاق بالجيش أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام عصر الخلفاء الراشدين كان اختياري، وكان الناس يقبلون على الجيش حبا في الشهادة وفي سبيل الله. وفي عصر الخلفاء الراشدين اتسعت الدولة الإسلامية واتسعت الفتوحات الإسلامية وزاد عدد الجيش. لذلك قام الخليفة عمر بن الخطاب بعمل ديوان يقوم بإدارة الجيش. هذا الديوان يعرف باسم ديوان الجند. فجال عليه سؤال اللي بما تفصل إقامة الخليفة عمر بن الخطاب ديوان الجند ليه؟ لتسجيل أسماء المتطوعين والراغبين في الجهاد وتحديد رواتبهم.
اما في عصر الدولة الاموية والعباسية اصبح التجنيد اجباري، يبقى التجنيد كان اختياري ايام النبي وايام الخلفاء الراشدين، ولكن في عصر الدولة الاموية والعباسية اصبح اجباري. من اهم اسلحة الجيش السيوف وحاجة اسمها المنجنيق. هنتكلم عن اخر حاجة في الدرس هي او هو الاسطول. تم انشاء الاسطول الاسلامي في عهد الخليفة الراشدي هو عثمان بن عفان احد الخلفاء الراشدين، وكان الهدف من كده ايه؟ فجي السؤال اللي بيما تفصل، انشاء اول اسطول اسلامي في عهد عثمان بن عفان لحماية سواحل مصر والشام من هجمات الدولة البيزنطية اللي هي الروم يعني. طب ما النتائج المترتبة على انشاء عثمان بن عفان الاسطول الاسلامي، نجح في صد هجمات البيزنطيين والانصار عليهم في معركة ذات الصواري، الى جانب كمان نجح هذا الاسطول في فتح جزيرتين في البحر المتوسط هي جزيرة قبرص وجزيرة رودس. وبكده يا شباب اكون خلصت معاكم درس رواق حضرتنا في الحكم والإدارة. أشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.